أطلقت قوة تابعة لمكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة الأنبار على المجرم الذي قام باختطاف سائق تاكسي ومن ثم استدراجه إلى شقة وقتله وتقطيع جسده إلى أجزاء ورميه بالقرب من نهر الفرات في مدينة الرمادي، حيث اعترف المجرم بالجريمة التي ارتكبها بحق سائق التاكسي. لم تمضي سوى 4 أيام على حادث اختطاف سائق تاكسي في مدينة الرمادي والعثور على مستمسكاته في مكان وعجلته في مكان آخر وجثته مقطعة في عدة أماكن، حتى تمكنت قيادة شرطة محافظة الأنبار من إلقاء القبض على المجرم وكشف ملابسات هذه الجريمة. تم العثور على جثة المجنى عليه بعد أو ثاني يوم من الحادث، مرمية خلف مستشفى الأطفال في مدينة الرمادي مع الأجزاء المتقطعة، وكذلك أيضا تم العثور على المستمسكات الرسمية التي تعود لعجلة المجنى عليه مرمية في مقبرة الوعلي سليمان، وتم العثور على عجلة المجنى عليه في مكان الذي نتواجد فيه في حاليا في إجراء كشف الدلالة وبالتصوير الإعلامي في منطقة الإسكان. أخذ المتهم بالتفكير بالخلاص من هذه الجثة لأن لا يستطيع حملها لوحده، مما فكر أيضا بإجرامه الدموي الأكثر والأكثر بتقطيع أيدي المجنى عليه وتقطيع رأسه وتقطيع أيضا أرجله ووضعه في حقيبة، وكذلك وضع الجثة وجسم الجثة المجنى عليه الأخرى في حقيبة أخرى، وأخذ أيضا بنقل الجثة والأشلاء وأجزاء المجنى عليه بنقلها بالعجلة التي تعود للمجنى عليه، ورمي هذه الأشلاء والأجزاء والجثة قريب من مستشفى الرمادي. أهل الضحية من جانبهم أثنوا على الدور الكبير الذي قامت به شرطة الأنبار في العثور على الضحية وكشف المجرم، مطالبين بالقصاص العادل. الرجل هذا جاي عليه مأجرة ومصعد على العمرة فوق، ضاربة بحربة وشاتله بالحمام فوق، قاطبه ومقطعه ممثل بالجثة مالته تمثيل، يعني ما صارت بجميع البشر كله سواه الجثة بصايت القوات الأمنية مكافحة الأرهاب احثروا علي بالمشروع هنا جوا السدة. طالب من السيد الفريق هادر زيز، وأنا أشكره، أطالب بإعدامه هذا الرجل المجرم اللي صار له 25 يوم طلع من السجن ومثل بابني هذا التمثيل. قال أنا عندي غسالة أريد أخذها للتصليح ومصعدة على الشقة، قال له هذه أنا ما أقدر أنزلها تجي له ساعدني بيها، من طيبته وطيبة قلبه صعد وياه على مود ينزلها يروح يوديها للتصليح، فمن صعد وياه للشقة ضاربه بقامة بعدين واقع. يبدو أن بصمات داعش الإرهابي تبدو موجودة بطريقة ارتكاب هذه الجريمة، وهذا يدل على مخلفات داعش ليس الخراب والدمار وحده بل طرق الإجرام وبشاعة التنفيذ. حذيفة السامراء، قناة الرشيد الفضائية، محافظة الأنبار.